في مفهومين مهمين بالكنترول. بسكر الباب. في مفهومين مهمين بالكنترول. Servo mechanisms and regulators. إحنا يمكن كميكاترونيكس أقرب للسيرفو ميكانيزمز من الريجوليترز. يمكن طلاب الهندسة الكيماوية أو جماعة الهندسة الكيماوية أقرب للريجوليترز. بس التنين إحنا بهمنا التنين. السيرفو ميكانيزم معناها أنا عندي بلانت يعني الإشي اللي عم بالي بتحاول أتحكم فيه. وصممت له كنترولر. والكنترولر من ضمنه الأكتويتر. هاي عندي بلانت. جبت الموديل مثلا تبع البلانت وصممت انا الكنترولر تبعته واخذت فيدباك حسب ايش الفيدباك اللي بدي اياه وعملت هون نيجاتيف فيدباك صممت. هلا اذا كان هذا سيرفو ميكانيزم معناها الانبوت عندي بكون مثلا ستيب او شيء. فمثلا فرضا لو كان هذا ساتلايت بتحكم بالدش تبع الساتلايت فبدي فجأة إنه الدش تبع الساتلايت ينتقل من زاوية مقدارها مثلاً 30 درجة ينتقل لزاوية مقدارها مثلاً 47 درجة. فباجي أنا هون بدخل له step function بتنتقل من ما يناسب 30 درجة إلى ما يناسب 47 درجة. هذا بنسميه servo. يعني أنا هون بهمني عمالي بدخل له أنا input معين والinput بتغير باستمرار. وكل ما يتغير هذا الانبوت أنا هدفي من تصميم هذا السيستم إنه يكون السيستم قادر إنه ينتقل حسب المواصفات الترانزنت اللي أنا حددتهم ينتقل من 30 إلى 47 مثلاً بأوفرشوت مقداره هالقد ورايز تايم مقداره هالقد وسيتلينج تايم كل الأشياء هاي التانية. هذا بنسميه سيرفو ميكانيزم. فالسيرفو ميكانيزم هو انبوت بدخله على السيستم بطلب منه يتحرك من ستيت لستيت معينة حسب الكوماندز اللي موجودة عندي. وهذا typical of mechanical systems. إذا عندكم mechanical systems إحنا الأشياء اللي بنصممها سيارة مثلا أي شيء بدي أحركه من مكان لمكان من وضعية لوضعية جديدة أنا اللي طلبت منه. هذا هو السيرفو ميكانيزم. فالإنبوت تبعه ما بيكون زيرو. الإنبوت تبعه متغير. هلأ النوع الثاني هو regulator. طبعا هم التنين قريبين من بعض مش إنه اختلاف هائل بينهم. بس إحنا في هدفنا في تركيزنا في اي سيستم في ميكانيكال سيستم وعمالي بحركه من وضعيه لوضعيه هذا بسميه سيرفو ميكانيزم. الريجليتر عمالنا بنركز اكثر على فكره الديستربنس. فخليني افترض عندي بلانت وين ندخل الديستربنس ندخله بعد البلانت ايش رايكم؟ نحط بلس وبلس هون راح احط هون دي اوف تي او دي اوف اس اذا بدك وهذا ديستربنس عماله بدخل على البلانت. اخذنا منه هاي هون البلانت والبلانت ممكن يكون مثلا تفاعل كيماوي. التفاعل الكيماوي عمالنا بنحاول نحافظ على درجه حراره ثابته في هذا التفاعل الكيماوي. خلص ما راح اغيرها، راح اشغل المصنع، اجي بشغل المصنع الساعه 7 الصبح بشغله بحطه بحط السيتنج تبعته على 87 درجه مئويه بعرفش قديش درجه التفاعل. وطول ما انا عمالي بطلع من هذه العمليه بعمل عليها بدخل عليها محلول جديد وبطلع المحلول وهذا بدي ضلها محافظ على 87 درجه مئويه، ما في عندي تغير فجائي هناك. فهون راح يصير عندي بهذا الشكل هاي عندي هون خلينا نرسمها زي هيك بلاش تفكر انه هذا سبب الاختلاف. عملنا هون فيدباك واخذنا وحطينا هون صممنا كنترولر بنفس الطريقه زي اللي موجوده هناك. وهون دخلنا كونستانت. حتى الكونستانت ممكن في بعض حالات يكون زيرو. يعني لو كان هذا inverted pendulum والinverted pendulum بدي اضل محافظ على الزاوية هون زيرو ما بدي الزاوية تصير 30 ما بدي البندولم يتحرك من مكانه بدي اياه زيرو. فممكن وقتها set value أو reference value يصير constant من هون. هذا ايش الهدف الرئيسي من هذا الكنترولر والكنترول سيستم اللي هون؟ انه يتغلب على disturbance. ايش الهدف الرئيسي من هذا السيستم من هون؟ انه يستجيب للانبوتس اللي داخله من برا. فلو كان مثلا فرضا هاي البلانت خليني ارسمها هون لو كانت الكارت وهون عندي البندلوم وهدفي انه ثيتا اوف تي تضلها دائما زيرو راح ادخل من هون زيرو. ولاني دخلت من هون زيرو كاني شو عملت؟ بطل في قيمه لهذا السبتراكتر مزبوط؟ وكاني عمالي بقول هي القيمه هاي تصير زيرو بدي الفاليو هذا يضل على زيرو. فاذا انحرف هذا اذا اجيت دفشته بايدي من هون كاني دخلت ديستربنس عليه واذا دخلت ديستربنس راح تشتغل الكنترولر هاي بحيث انها ترجع لوضعيته الاصليه. هون بطل فيه اهتمام كثير في الانبوت زي هون. هون اهم شيء كان الانبوت. هون ايش الاهم انبوت هون عندي؟ وعلى فكره بيشبه اللي عندكم العامل السياره اللي بدها السسبنشن. مين اللي عنده السسبنشن؟
الى حد ما هون انا ما بهمني ان السياره فجاه ترتفع عن العجال. ايش بهمنا اذا اجى الديستربنس الخارجي اللي هو المطب. اوكي، فالديستربنس صار هو المطب، هون صار عندي هون ريجوليتر. هذه بشكل عام اسمها الريجوليتر. طبعا ما معنى هذا انه هذا بيتغلبش على الديستربنس، طبعا بقدر احط له ديستربنس هو يتغلب عليه، بس الهدف الرئيسي من هذا سيرفو ميكانيزم، الهدف الرئيسي من هذا هو ريجوليتر.